السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء اللي نزلوا فيه في المظاهرات. حابب أتكلم وأقول لكم إن المظاهرات اللي إحنا نزلناها دي خطوة مهمة جدا جدا جدا، ولكن الخطوة دي لو ما توفرت لهاش الشروط اللي تساعد على نجاحها فهي لن تستمر أكتر من أيام. ولذلك أنا بقول لكم إن في بعض الخطوط العريضة اللي الناس لازم تعرفها. مفيش حاجة اسمها الثورة للدفاع لتغيير نظام وتكون ثورة سلمية في مواجهة نظام غاشم زي النظام اللي انت شفته ده. من حقك تدافع عن نفسك، كونك انك نازل تغير نظام انت مش نازل تطالب بحقك في التعليم والصحة والعيش الكريم، انت نازل تغير نظام كامل فاسد. فما ينفعش ان انت تقابل النظام الفاسد ده بثورة البرتقال والياسمين الكلام الفاضي اللي انتوا بتسمعوا عنه في الاعلام ده. ده كلام ما ياكلش عيش بمعنى صح. انت لازم تغير نظام، يبقى لازم حق الدفاع عن النفس مشروع. ولو انت خايف على نفسك الضابط اللي قدامك والعسكري اللي قدامك برضه خايفين على نفسهم. لان هو عنده اسرة وعايز يرجع لها وعنده فلوس كتير سرقها، فلوس قد كده اهو سرقها ونهبها من البلد. فهو برضه عاوز يرجع للفلوس دي وعايز يرجع لعيشته. فكونك ان انت خايف على نفسك هو خايف على نفسه 24 جرام. حق الدفاع عن النفس المشروع لكل مواطن. انت مفيش حد هيساعدك. مفيش حاجه اسمها ارحل يا بلحه، بلحه مش هينزل من على النخله بكلمه ارحل. بلحه هينزل على النخله لما الكلاب اللي حواليه المؤسسه العسكريه الفاسده اللي ايديها كلها ملطخه بالدماء تشيله، وبعد كده انتوا تشيلوا الكل. لكن انه يندحك عليكم وتقولوا سلميه سلميه والجيش والشعب ايد واحده، الكلام ده مش صحيح. لان اللي بيعمل فيه كل ده الجيش. والناس اللي بتطالب وزير الدفاع بالتدخل كلهم ايديهم منغمسه في الدم. كلهم ايديهم ملطخه بدماء المصريين. من اول السيسي لحد اصغر واحد. الا من رحم ربي. في ناس محترمه وشرفاء، ولكن الناس دي للاسف الشديد مش في اماكن قياديه تسمح لها بالتغيير. السيسي بيجي على راس كل مؤسسه بيحط واحد فاسد. بيجي على راس المخابرات ويحط واحد زي عباس كامل وابن محمود. بيجي على راس مجلس الشعب بيحط واحد زي عبد العال برطمان. بيجي على راس الداخليه بيحط واحد قاتل زي وزير الداخليه. بيجي على راس الاعلام بيحط واحد فاسد واعلاميين فاسدين. بيجي على راس الافتاء بيحط واحد فاسد. بيجي على راس الاوقاف بيحط وزير اوقاف لا يحسن قراءه الفاتحه. فده شيء طبيعي، انتوا مستنيين ايه تاني؟ قتل وقتل، دم وسال، جوع وديكم بتجوعوا، فقر 60 مليون عندكم فقير، اعلام فاسد، قضاة فاسدين، احكام اعدام بالجملة، ابنائكم في الجيش بيموتوا في سيناء على ايد ميليشيات السيسي. السيسي هو اللي بيعمل العمليات الارهابية دي كلها علشان يحسس الناس ان مفيش استقرار، عشان يعرف الناس ان احنا صمام امان البلد. ده راجل فاشل قاتل. كل الناس دي عمرها ما هتيجي في صفك. انت نازل تعمل ثورة عشان تكنس كل الزبالة اللي قدامك دي وتتخلص منها. السيسي اقسم ان لو الانتفاضات دي انتهت هينتقم من كل واحد. كل من خرج او لم يخرج السيسي هينتقم منه. يعني اللي قاعد قدام التلفزيون بيتفرج هينتقم منه، واللي نزل الشارع هينتقم منه. وبقى تخيل يعني على قد ما خيالك يجيبك هيحصل. لان انت لو رجعت السنه فاتت وقالوا لك ان البيوت دي كلها هتتهد وان كورونا هتيجي تخلي الناس تقعد في البيوت ما كنتش هتصدق. وكل ده حصل. فتخيل ان ممكن تكون ماشي في الشارع والدتك اختك بنتك زوجتك تتاخد منك علشان عجبت البيه الظابط عشان حلوه. ايوه 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 فعلا هيحصل كده، ممكن يحصل كده فعلا، وما تستغربش لانها حصلت قبل كده. صلاح نصر اخذ الست من جوزها وخلى جوزها هو اللي يمضي على وثيقه الزواج. حبيب العدلي اخذ مرات اشرف السعد وطار وراه بره ولبسه قضايا ولحد دلوقتي بينافق لهم وبيعرض لهم. فانت ما تستغربش، كل شيء جايز دلوقتي. انت في زمن دلوقتي كل شيء جايز.
فلو انت نازل تقول ارحل يا بلحة ومش عاوز تدافع عن نفسك وهتسيبه ويموتك ويقتلك ويحبسك ويسجنك وينتهك حرمتك ويعمل فيك ويفعل فيك الافاعيل، انت حر انزل او اقعد في البيت وبرضه هتموت. يعني كده كده الموت جاي لك. ما تنتظرش من المؤسسات الدينية الفاسدة اللي مشغولة بان لعاب الكلب يفسد الصلاة او لا يفسد الصلاة، وسايبة الفقراء والمحتاجين والمستضعفين، وسايبة 60 مليون تحت خط الفقر، وسايبة السيسي يبني في قصور ويبني في 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 فلل وينتهك حرمات الشعب وخلى الناس تجوع وهد بيوتها واستباح حرماتها، وسايبهم في الشوارع نايمين والشتا داخل عليهم. ما تنتظرش من المؤسسة دي انها تعمل لك حاجة. ولو انت منتظر من القضاء ان هم ينجدوك في المستقبل ويحكموا لك احكام عادله، ما فيش الكلام ده. انت عندك قضاء فاسد من اوله لاخره، واحكام الاعدام والسجن والاختفاء القسري تشهد على ذلك. لو انت منتظر اعلام ان هو ينقذك، ما فيش اعلام هينقذك. انت عندك اعلام في عز ازمه كورونا بيجيب ناس بيصرف عليها بالالافات وبيضيع من وقتك كمواطن قاعد بتسمع التلفزيون ده، بيضيع في وقتك عشان خاطر يخليك تسمع ان الشلولو وان الفول الصبح بالبصل ممكن يقضي على كورونا. وما تنساش تعصر عليه ليمون. لو انت مستني من كل المؤسسات الفاسده دي كلها انها تغيثك فانت مخطئ. ولو مستني ان حقوق الانسان او ان دوله تتدخل، مفيش حد هيتدخل. الدول دي من مصلحتها ان انت تفضل عايش في الفساد ده، من مصلحتها ان انت تبقى فقير عشان ما تفكرش لا في نهضه ولا في تحرر ولا في الخروج من بوتقه الاستعمار الداخلي. انت عندك استعمار داخلي، السيسي ده اشد عليك من اليهود، ابن مليكة ده اشد عليك من اليهود، هو ومجموعة الخونة اللي موجودين كلهم خونة بلا استثناء. كل قادة المجلس العسكري خونة، كل من قعد على كرسي واخد فلوس واستباح وسايب السيسي يستبيح حرمات الناس ويعمل فيهم كده فهو خان. انت نازل تشيل المنظومة دي. فكلمة سلمية سلمية والشعب والجيش ايد واحدة، لا اقعد في بيتك احسن. اقعد في بيتك وخليك في الخازوق التاني اللي هيجي لك. ان هو هيخوزقك، نزلت ما نزلتش هتتخوزق. الصعيد بدأ لان الصعيد استحمل كتير. الصعيد استحمل كتير على مدار الستين سنة اللي فاتوا دول. تهميش. يعني للأسف الشديد الصعيد في كفاءات رهيبة جدا، ولكن ما وصلش منهم غير 3 منافقين. منهم أحمد موسى حرامي البط. وضياء رشوان. ومصطفى بكري. وبعض الحشرات اللي قاعدة في مصر اليوم واليوم السابع زي الصحفيين غندراوي وحمدي رزق والناس دي. فلازم الناس تفهم إن ثورتك حق مشروع تدافع عن نفسك. لأن اللي جاي بعد كده أسود مما تتخيل. السيسي هينتقم منكو وهينتقم من كل من نزل واللي ما نزلش. دافعوا عن نفسكو، دافعوا عن مبادئكو، دافعوا عن أولادكو. ولو أنت حاسس إن حياتك كده كده انتهت وكبرت في السن، انزل اختمها كويس يعني. يعني انزل دافع واعمل مستقبل لاولادك. اعمل مستقبل لاولادك. بلاش السلبيه والسذاجه اللي الناس فيها. السيسي لن يرحم احد، وتذكروا هذا الكلام، السيسي مش هيرحم حد. واديكوا شفتوا بعد 20 سبتمبر 2019 راجع عمل فيكوا ايه. ولو انتوا صبرتوا عليه هيكون فرمكوا، هيفرمكوا. لان الاعتقالات اللي هتشتغل اضعاف الناس اللي اعتقلها قبل كده. السيسي افتتح بس في المنيا 3 سجون. في جميع انحاء مصر اكتر من 70 سجن. بفلوس كنتو. عمل عاصمة ادارية الناس مش محتاجة لها دلوقتي بفلوسكم انتو. سرقكم، نهبكم، حسسكم بالفقر والدونية وان انتو مالكمش اي لازمة. اوعى تفتكر ان السيسي اصلا بيعمل اعتبار للشعب المصري، السيسي ما بيعملش اعتبار للشعب المصري. السيسي لما بيشوف الناس راضيه بكل القرارات الزباله اللي هو بيعملها دي
بيزيد اكتر واكتر. قوموا وانهضوا ودافعوا عن نفسكم. ما فيش حاجة اسمها سلمية في تغيير النظام. انت بتدافع عن نفسك. انا ما بقولكش انت نازل تقتل اللي قدامك. انت نازل تدافع عن نفسك. نازل تدافع عن حقك. والشرطة خلاص اخرهم جه. لو انت فاكر ان هو مش تعبان من وقفته في الشارع دي هو كده كده خلاص يعني زقة كمان من الشعب وهتشوف الشرطة دي بتجري قدامك. زقة بسيطة وهتلاقوا الشرطة دي بتجري قدامك. لما يشوف ان انت بتدافع عن نفسك وما بتخافش. لما بيشوف ان انت بتضرب زي ما هو بيضرب. الدفاع عن النفس حق مشروع لكل مواطن. انزل ودافع عن بلدك. انزل ودافع عن حقك، حق اولادك، حق مراتك. مفيش حاجة في ديننا تقول ان الانسان يرضى بالفقر. الفقر لما يكون الثروات متوزعة وكل واحد واخد حقه، وبالتالي ده وضع كده، انا حالي كده، امكانياتي كده. لكن لما يكون في قصور بتبنى وثروات بتتنهب واثار بتتباع واراضي بتتنهب، السيسي ادى الحزام الاخضر 60,000 فدان لقادة المجلس العسكري ولرجال الاعمال ووزعوا عليهم 60,000 فدان الحزام الاخضر، ودلوقتي بيدور على ان المواطن واخد 100 متر باني فيهم بيت ويقول لك اصل انت كده سارق اراضي الدوله. ده انت سارق ملايين ملايين الامطار. يا حرامي يا لص يا فاسد يا أزعة. فما تحاولش ان انت تلاقي نفسك عذر. انت كده كده هتتفرم. عجلة الفقر جاية عليك بسرعة الصاروخ. هتتنفخ. والله هتتنفخ وهتتمنى الموت مش هتلاقيه. انزل وانهض وبلاش شغل الكسل. انا بكلم الناس الصعايدة. الناس اللي هم فعلا اثبتوا ان هم مادة مصر واساسها. وان شاء الله اخواننا في بحري واخواننا في اسكندرية وفي القاهرة ينضموا لينا. وعايز اقول لكم يعني تساوي ايه فرحتك في انك تشوف السيسي ده بكل جبروته وبكل طغيانه مذلول. تشوف الاعلام الفاسد واحمد موسى بيجري قدامك وبيستخبى. تشوف القضاة الفاسدين اللي حكموا على الناس بالاعدام بيجروا ويستخبوا. تشوف الاعلام الفاسد، تشوف القضاة الفاسدين، تشوف علماء الدين السفلة اللي باعوا دينهم بحفنة من الفلوس. انتوا بتتعرضوا لتجريف في كل المجالات. اقتصاد، سياسة، دين، فكر، وعي، صحة، تعليم. هاتولي حاجة كويسة في مصر غير ان السيسي بيبني قصور ليه ولمراته وللحاشية اللي حواليه. في ايه كويس في مصر غير الحتة دي؟ مفيش. لا مية، لا صرف صحي، لا خدمات، اي حاجة. انحدار في كل شيء. تجريف لكل شيء. تدمير لكل شيء. وفي الاخر الناس بتنزل تقول ارحل يا بلحة. مفيش حاجة اسمها ارحل يا بلحة. بلحة مش هيرحل بالكلمتين دول. حق الدفاع عن النفس مكفول للجميع، وطالما في دم سال في اول ايام الانتفاضه والثوره دي يبقى من حقك تدافع عن نفسك. تعرف ان اللي قدامك ده قاتل. السيسي مش هينزل واحد محترم من الشارع. السيسي منزل مجموعه من القتله. اللي نازلين قدامك دول مجموعه من القتله. زي ما بقول لك كده، مجموعه قتله وسفله. السيسي مش هينزل واحد محترم بيقرا قران. فالمحترم مش هيضرب عليك نار. المحترم مش هيضرب عليك نار، ثق تمام الثقة، إن لو في ظابط محترم في الشارع مش هيضرب عليك نار. اللي بيضرب عليك النار ده واحد من السفلة، السفلة اللي معينهم السيسي في الأماكن دي. وروحه مش أغلى من روحك. انهض وخد حقك. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.